ثانية أدعوكم جميعا من على هذا المنبر إلى العمل المشترك معنا كل من موقعه، حتى يرفع علمنا الوطني خفاقا ومعززا في المحافل الإقليمية والقارية والدولية. كانت هذه الكلمات قبل 11 عاما في خطاب مفعم بالحماس في ظل واقع مرير تعيشه كرة القدم الموريتانية بسبب تراكمات الحقب الماضية، حين استلم هذا الشاب مفاتيح رئاسة الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، قلب أوراق الواقع وتمعن فيما بين سطوره، فكانت النتيجة صادمة. لا منشآت رياضية، لا بطولات وطنية منتظمة، لا منتخبات تشارك، لا شيء هنا يتعلق بكرة القدم ينبض بالحياة. كان المنتخب الوطني منتخب يكاد يكون من الهواة. ما كنا عندنا في غير مكان عسكر، ما كانوا عندهم أي شيء يسوى وش هو. نحن كنا نخلق تصفيات، نسكن قدام تلفزة اللي بسبورتي تونس، سبورتي سنغال، سبورتي مصر، سبورتي مالي. أنا أمتلك أي منتخب جاهز أو قادر، لا ماديا ولا فنيا ولا معنويا ولا أي شيء. المشكلة كانت تخلق شنو يعني؟ يقول عندك موهوب يقل مقطوعة دونه السبل. إحنا كان عندنا الملعب الأولمبي وحده، نحن ما كنا خالقين. في فترة وجيزة تغير كل شيء، عادت البطولات الوطنية إلى الواجهة من جديد، ارتفعت قيمتها المالية، تم فتح باب الاحتراف أمام اللاعبين، وبدت المسافة قصيرة بين ملعب شيخ بيدية والملاعب الأوروبية والعربية. ما كانت كرة القدم في موريتانيا، شفنا أولاد موريتانيا اللي خلاقة فيها، أنا ما عندنا على أبناء المهاجرين، شفنا أولاد موريتانيا ماشيين من البيكاء يلعبوا اليوم في الدوري الإسباني، وتغيرت حياتهم وتغيرت حياة أهاليهم وهم جايين منهم. وهذا أدى أن بعض اللاعبين منهم احترفوا في الأندية الأوروبية وشاركوا في الدوري الإسباني، وحتى انتقلوا عقب ذلك للبطولات الأوروبية الأخرى. تقول لك أنا الآن الاتحادية تمكنت من الاحتراف، يعني أنت تأخذ لاعب من الرياض، تأخذ لاعب من البيكا، تأخذ لاعب من هذا، كان حلمه أن يجد صورة، مجرد صورة مثلا من ميسي مثلا، ولكنه سيلعب يوم من الأيام أمام ميسي في نادي منافس لنادي ميسي. هذا يعمل الحقيقة لا يمكن إلا أن يذكر فيشكر بالنسبة لاتحادية كرة القدم. الوطنيين لو كما عاد محترفين في الأندية الأوروبية بدنا نشوفهم ينزلوا كونتر ريال مدريد، ينزلوا كونتر برشلونة. بعلاقات الرجل وبمعرفته وبخبرته في كرة القدم يعرف عن تكوين جنسية للاعب الموريتاني يعترف به دوليا ويعود صالح للتسويق، ليه يمر من خلال هذه البوابة اللي ينجح فيها باحتراف الحسن والعيد وعلي عبيد وجميع عدد من اللاعبين الموريتاني. أن وجود لاعبين موريتانيين في البطولات الدولية خصوصا في الليغا الإسبانية وفي الشامبيونز ليغ وفي النوع من المباراة، هو أنك كصحفي موريتاني تشعر بالفخر، لأن ربما الصحافة الأجنبية ما تعرف الطريق اللي خاض منها لياك يوصلهم. شاركت الأندية الوطنية في كل البطولات العربية والإفريقية بعد سنوات من الغياب. وصل المنتخب الوطني لبطولة الشان 3 مرات، وكسر عقدة دور المجموعات في آخر نسخة من بطولة الشان حين تأهل على رأس مجموعته. وصل المنتخب الأول لبطولة الكان لأول مرة في تاريخه، وعاود الكرة مرة ثانية. أن هذا منتخب يشاد به في جميع القنوات ويشاد بعمل إدارتي في جميع القنوات. شاركت كل الفئات العمرية في مختلف البطولات القارية، أشبال، ناشئون، شباب، حتى منتخب السيدات وكب هذا التطور الحاصل، وشارك بدوره في بطولة كوتيف وتصفيات بطولة الأمم الإفريقية للسيدات.
كان أصبح عندك منتخب يتنافس الجميع للانضمام إليه. نحن كانوا اللاعبين يهربوا عنا، أبناء البلد يهربوا ينتظروا أنهم يعودوا يلعبوا في دول ثانية. الآن أصبح ما شاء الله ما تطرح عنا مشكلة، أغلب عادوا الآن اللاعبين الموريتانيين اللي لعبوا في استحقاقات دولية كبرى أصبحوا ما عندهم مشكلة في انضمام المنتخب الوطني، لأنهم يلاحظوا نوع من العمل الجيد الذي تقوم بالاتحادية. طبعا هذا وراه إرادة سياسية كل حد يعرفها، لأن اللي تعود ما في إرادة سياسية مهما كانت ما يقدر يخلق أي شيء. كنا فترة من فترات نشجع المنتخبات الدولية كيف فرنسا وكيف البرازيل، وهذه الفترة بالضبط أنا حاجلين سافر أول حد يمشي لي رسالة والله يتلفن يقول لي حسن أطفق لي مايون منتخب الوطني. شيدت الملاعب والأكاديميات في العاصمة نواكشوط وفي مختلف مدن الداخل بعد أن كانت مجرد ساحات أرضية مهجورة. تواصلت أعمال الترميم وأحيانا الهدم مقابل البناء، فلا مجال للعودة لمربع البداية. تحول مقر الاتحاد الموريتاني من مبنى مهجور منعدم الخدمات إلى منشأة مجهزة بأحدث المعدات. يقابلها مطعم خاص بكل الرياضيين ومتجر يحتوي على كل الملابس والمعدات الرياضية. مع الشروع في بناء مستشفى خاص بأسرة كرة القدم الموريتانية بعد سنوات من التنقل بين مستشفيات دول الجوار، ليكشف الستار أخيرا عن شكله النهائي. اللاعبين كان ياسر منهم ياك يتعالج، لا بد يسافر شورو سنغال والله شمل دول الجوار ياك يتعالج من إصابة عود بسيطة. اليوم الوضعية تغيرت، حتى عندنا حالة الاتحادية تبني مستشفى رياضي متخصص لا يقضي نهائيا على اللي نقاله الاحتياج للخارج للمسائل البسيطة تتعلق بالعمليات الإصابات المعتادة اللي معروفة في مجال كرة القدم. ولأول مرة تم إطلاق قناة رياضية تعمل بأحدث المعدات، توثق بالصوت والصورة كل صغيرة وكبيرة في عالم كرة القدم الوطنية. اليوم من ذيك الفترة ما موجود أي هدف قد سجله أي لاعب موريتاني، ما هو مؤرشف وموجود ومصور واللاعب يقدر يخرصه ويقدر ينعته لي رقاجف ينعته له. أصبحت موريتانيا وجهة مفضلة لأساطير كرة القدم وأبرز الشخصيات الرياضية، وباتت عملية التغيير الحاصل محل إشادة وإجماع من طرف الجميع. أكون موجود في عام ذهبي للكرة الموريتانية دي شرف بالنسبة لي، إنما إمكانيات في حدود وفكر منظم وتخطيط منظم يأتي ثمار. كرة القدم من رواية اللي يبذل فيها مجهود يظهر. وتكلل هذا النجاح بتتويج رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم بجائزة أفضل مسير على مستوى إفريقيا. احتضنت موريتانيا بعد ذلك عدة بطولات من بينها بطولة الأمم الإفريقية للشباب، وأشاد الاتحاد الإفريقي بالتنظيم وجاهزية الملاعب التي كانت بالأمس القريب مجرد ركام. طورت المنشآت أيضا الرياضية وأهلنا ذلك لأن نستضيف البطولات أيضا الرياضية الإقليمية. مؤخرا أصبحت فيه قبل أعتقد قبل أيام تم الاعتراف بثلاث ملاعب أو أكثر في موريتانيا لاستضافة بعض الاستحقاقات الكروية، هذه يؤكد أولا أن فيه عمل قيمة فيه من الناحية اللوجستية. بعد أن أنجز عراب كرة القدم الوطنية وعوده محليا، صعد سلالم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ليحط رحاله في منصب نائب الرئيس بعد أن قدم ملف ترشحه لرئاسة الاتحاد. لم تتوقف سلسلة النجاحات على المستوى الإفريقي، رشحت موريتانيا لتولي قيادة أكبر مشروع لدى الكاف السوبر الإفريقي، وأصبحت بذلك رقما صعبا في كرة القدم الإفريقية والدولية. مذكر كنت في جماعة مع ألفريدو ريلانيو. ألفريدو ريلانيو معروف هو مدير صحيفة آس الإسبانية، صحيفة رياضية معروفة، وكان
كان يدور معلومات عن موريتانيا اللي خلق فيها شنو ومن هو احمد ولياحيى، لانه سمع عنه في بعض المنتديات. استطاع لانه بامكانيات عاديه يحول الكره الموريتانيه من كره غائبه ومغيبه الى كره حاضره في المشاركات القاريه، حاضره على مستوى دوائر صنع القرار في الاتحاد الافريقي وحتى الاتحاد الدولي. جر قطار كره القدم، جره من بعيد. انا نعرف الظروف اللي كانت فيها الاتحاديه قبل 2011، كنت نجي هون الاتحاديه تدخل ما تجبر حل. C'est unique, c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est certainement exemplaire. Et je suis fier de votre président, Ahmed Yahya. حمل الشاب الطموح معه بطاقة التعريف ببلده دبلوماسيا كشخصية رياضية ذات وزن دولي لها إيمان راسخ بأن الرياضة هي أقصر طريق للتعريف بالبلدان، وأن التغيير مع الإرادة والعزيمة ليس مستحيلا. موريتانيا حاضرة في جميع المحافل الدولية، حاضرة ملي حاضرة بقوة، ما هي لأن حاضرة وتشارك وفي القرارات. مهم في الدبلوماسية ومهم لكرة القدم تطور الكرة القدم الوطنية. أحمد عنده شغف كرة القدم، وطالما هو عنده شغف كرة القدم هيبدع ويبتكر في مجال كرة القدم. هو النموذج والله المثال للموريتاني أيا كان، اللي يعطيك صورة على بوسائل بسيطة وإمكانيات عادية تستطيع أنك تصنع كثير. أعتقد شخصياً أحمد وليحيى قام بما ينبغي أن يقوم به. لا شك أن وليحيى صنع حالة فريدة من نوعها، مو في مجال كرة القدم فقط، المجال اللي قد يعدل الشباب الموريتاني. أحمد وليحيى رأيي الشخصي أنه هو رائد كرة القدم الموريتانية. أي موريتاني في أي مجال ينقب على طريق أحمد وليحيى لا بد من ينجح، ولا بد من يتعثر ويعقب ينجح. أحمد وليحيى يثبت لنا أننا قادرين على النجاح. لولا أحمد يحيى ولولا الإنجازات ما نعود في المرحلة اللي فيها ظرف من التقدم. بالنسبة لأحمد يحيى هو كرة القدم. لتصبح بذلك التجربة الموريتانية نموذجا حيا يحتذى به في القارة ورقما صعبا داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد سنوات من الإهمال وتدني النتائج في مختلف البطولات القارية. استطعنا من خلاله أن يكون لنا صيت إقليميا ودوليا، أصبحت لنا دبلوماسية رياضية، كل بلد يمكن أن تعكس رياضته يعني شكلا آخر أو جانبا آخر له دوليا. وموريتانيا بلا شك استطاعت من خلال كرة القدم في 10 سنوات أو أكثر الأخيرة أنها تصنع إشعاعا لها قاريا إقليميا ودوليا، وكانت الإشادات بذلك ليس فقط من طرف الرأي العام الموريتاني، وإنما من طرف صحفيين دوليين ومن طرف ايضا رؤساء اتحادات اقليميه ودوليه. احنا اليوم عندنا في الكاف والفيفا وفي الاتحاد العربي لكره القدم، وانا بعد كان خالق دبلوماسيه اشبه من دبلوماسيه في كره القدم اللي تعرف بينا. انا راني عن وصول موريتانيا للمراكز القرار الرياضي في افريقيا، لانه مهم، لانه ذا نوع من الدبلوماسيه الرياضيه، والدبلوماسيه الرياضيه والمجتمعيه بشكل عام تقطع احيانا مراحل بالدول ما قد تقطعها الدبلوماسيه التقليديه. واسم موريتانيا عاد موجود في الاتحاد الافريقي، لان يعني نائب الرئيس موريتاني، وهذا يفيد موريتانيا، يفيدها دوليا، يعطيها قيمه. انت تقارن اصلا مع موريتانيا في الماضي، وموريتانيا ركتيها، احنا عاد عندنا وزن في افريقيا، عاد عندنا وزن في العالم. دبلوماسيه موريتانيا الان اصبحت رقما معترف به دوليا. Vive le football, vive l'Afrique, vive la Mauritanie. 11 عاما من العمل المتواصل والتطلع نحو المزيد من التطور أيقظت روح الشغف والتحدي في جسم الرياضة الموريتانية بعد سنوات من الإهمال.